عمل دون ترسيم ووظيفة دون ضمان اجتماعي، وضعيات مهنية يصفها العاملون بمقر ولاية سيدي بوزيد بالهشة. ظروف عمل صعبة يعيشها أغلبهم رغم مطالبتهم بتحسينها. وقع إقصاؤنا في العهد السابق وتم رجعنا بعد الثورة، لكن بدون حقوق، حقوقنا مهضومة بدون تغطية اجتماعية. كل مرة يقولوا لنا يوعدونا باش يعملوا لنا حل، لتو ما عملوا لنا حتى حل. اللي قبلنا ترسموا، اللي بعدنا ترسم، حتى اللي عنده عام وين ثلاثة ترسموا، ونحن عندنا 18 سنة ما ترسمناش. النقابة الأساسية لأعوان وموظفي وزارة الداخلية بسيدي بوزيد نددت في بيان لها بما اعتبرته عدم جدية سلطة الإشراف الجهوية في تفعيل محاضر الاتفاق المتعلقة بجملة هذه الوضعيات، سلطة جهوية فشلت في إدارة المرحلة على حد تعبير البيان. يعني معطل سلطة الإشراف في الوفاء بوعودها فيما يخص محاضر الاتفاق المبرمة بينها وبين الطرف النقابي، ثم لنعبر كذلك من هذه الوقفة الاحتجاجية عن فشل الإطار، هذا الإطار المتمثل في سلطة الإشراف الجوية. هذا إضافة إلى طلبنا بسد شغور بعض النقص الحاد في رؤساء الدوائر، هذا ما تمش. واتضح أنه الوالي الحالي ما عندوش رؤية، ما عندوش استراتيجية باش يخدم بها. أنا سيد الوالي هذا معناها يعني ما يحبش يقابل حتى موظف من الولاية، فمتبرغم معناها يعني يقوم بمجاوزات معناها خارجيه، معناها مثل السيارات الاداريه، ثلاث سيارات حطمتهم زوجته. والي سيدي بوزيد الذي لم يقدم لنا ردا على المطالب اصبح ايضا مرفوضا من نقابه الولايه بعد ان سبق وطالبت اغلب الحساسيات السياسيه بسيدي بوزيد بتغييره.